نستكمل معكم أخبارنا بأسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونتابع أيضا أسعار الذهب في جلسة اليوم. ارتفعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 1% بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، لكن كيف كانت تبدو الصورة هنا في السوق المصرية؟ لنأخذ نظرة على أسعار الذهب لهذا اليوم في مصر. على ارتفاع هي الأخرى بأكثر من 1%، عيار 18 يسجل سعر الجرام 531 جنيها، والجنيه الذهب يسجل 4964 جنيها، يعني يقترب من حافة 5000 جداً.